مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من مادة اللغة العربية. اليوم درسنا رح نتعرف فيه على الحركات القصيرة. هيدي الإشارة اللي بنشوفها نحن فوق الحرف تسمى الحركات القصيرة. رح نتعرف عليها هلا وبعدين رح أرجع أقرأ لكم قصتها. الحركات القصيرة عنا نحن فتحة، ضمة، كسرة وسكون. هودي هن الحركات اللي نحن عم نشوفهم فوق الحرف، هودي بغيروا بطريقة نطق الحرف. أقوى الحركات الكسرة، وراها بيجي الضمة، وبعد الفتحة، وآخر الشي عنا السكون. والآن سأقرأ لكم قصة الحركات الثلاثة والسكون. يحكى أن هناك أربعة أشقاء متعاونين، ثلاثة بنات وولد. يحبون اللعب مع أصدقائهم الحروف. الأخت الأولى اسمها الفتحة، ترتدي قبعة فوق رأسها وهي دائما مبتسمة، تفتح فمها عند الكلام فتقول فرحة. الأخت الثانية اسمها الضمة، حنونة جدا وتحطن الحروف فتقول وهي تضم شفتاها نمسو. الأخت الثالثة اسمها الكسرة، كسرت رجلها ودائما تتألم وتنزل شفتاها للأسفل فتقول ذي تي دي. الأخ اسمه السكون، وهو دائما خائف ومتردد ولا يأتي إلا إذا سبقته إحدى أخواته، كما أنه يرتجف أثناء النطق فيقول رز. فإذن أقوى الحركات الكسرة، ضمة، الفتحة والسكون. وهيك منكون تعرفنا على الحركات القصيرة: فتحة، ضمة، كسرة وسكون. ما بدنا ننسى هيدي الحركات كيف ننطق نحن الحرف أثناء ما تكون هيدي فوق: فتحة، ضمة و كسرة، وأخيرا عنا كمان السكون. وهيك بنتون انتهت حصتنا. ما تنسوا تتواصلوا مع المعلمة عبر تطبيق زوم. إلى اللقاء طلابي في حصة قادمة من مادة اللغة العربية. إلى اللقاء.